مساء الخير يا شباب. النهارده الفيديو كنت هتكلم عن الهاند اكزيما، الاكزيما بتاعت ستات البيوت اللي في البيت واللي زادت قوي قوي الفتره اللي فاتت، وانتعشت كده واشتغلنا على حسكم زي الفل الحمد لله. بصوا، انتوا من كتر ما انتوا بتستخدموا مطهرات الفتره اللي فاتت وحاجات للتعقيم والكلام ده كله، انا بدات اشوف حالات اكزيما رهيبه، سواء في الايد او في الرجل او في حتى مكان الساق من ورا، يعني عشان كان قاعده التواليت لما انتوا بتنظفوها برده من كتر الكونتاكت بقيتوا بيحصل اكزيما في اماكن غريبه جدا. فخدوا بالكم يا جماعه، قللوا شويه نسبه المطهرات اللي انتوا بتستخدموها، واللي بيستخدم مثلا كلور او حاجه زي كده لازم يخفوا، ما ينفعش تستخدم زي ما هو مركز كده على الجلد لانه قوي جدا. لو هنستخدم كحول برضو لازم نحط يا اما في جل، يعني يكون جل عشان خاطر يرطب شويه الايد، ما يبقاش كحول ناشف كده ينشف البشره، او ان احنا بعد ما نستخدم كحول لازم نرطب ايدينا كويس، يعني لازم تعودي نفسك كده كل يوم قبل ما تنامي تغسلي ايدك كويس وتحطي كريم مرطب بتاعك او لوشن المرطب بتاعك كويس، لان اي حاجه تانية تعمليها غير كده هتعملك مشكله وهيحصل لك جفاف الجلد. وجفاف الجلد ده هو اول خطوه في تكوين الاكزيما، يعني هو اول خطوه هتعمليها غلط فهتروح عاملالك بعد كده التهاب وحساسيه، وتروح عاملالك هرش جامد في ايدك فتبتدي تعمل اكزيما، والاكزيما دي ممكن جدا يجي شويه بكتيريا فيها كمان فتبقى انفكتد وفيها بكتيريا، فتلاقيها راحت عاملالك صديق وجابت دم وميه وحاجات اللي احنا بنشوفها دي. فحلها كده بالراحه هو من غير اي حاجه، اولا نقلل شويه استخدام المطهرات، تاني حاجه لو هنستخدم مسحوق غسيل او حاجات للمواعين والكلام ده يا ريت ان احنا نكون لابسين جلوفز او جوانتي، لو مش هنقدر نلبس جوانتي يبقى بعد ما خلاص اغسل ايدي كويس قوي قوي بصابون مرطب او صابون طبي واحط كريم مرطب على طول، عشان يعني اكاونتر اكت اللي انا عملته، يعني لازم اعادل الضرر اللي انا بوظته من شويه. فده بس اللي انا عايزاه منكم، مش عايزه اكتر من كده، ان انت بس ترطبي ايدك كويس وتقللي شويه الكيماويات والحاجات اللي بتتعرض لها، بس مش اكتر من كده. طبعا لو هي بدات بقى يبقى فيها حته يعني بقت عاليه عن الجلد، بقت بتجيب دم، بقت ملتهبه، الحالات دي يفضل ان انت تروحي للدكتور، اقرب دكتور جلديه جنبك تكشفي عنده، لان هو يشوف الحاله ساعتها، ممكن تكون العدوى اللي فوقيها دي فطريات، ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون مكيالات عدوى وبس هي بقت اكزيما مزمنه او حاجه، فلازم في كل الاحوال هترجعي للدكتور بتاعك عشان هو اللي يحدد ايه العلاج المناسب تبقى ايه. لكن غير كده مرطب بس هو اللي هنصحك بيه وتستمري عليه على طول كروتين كده عادي، وبعدها هيظبط لك الدنيا.